روحي السيد المرحوم الفاضل اسماعيل فتح علي الخدا المغفور له تغمده الله بباسي رحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني نسألك يا الله يا الله أن تغفر للسيد الفاضل إسماعيل فتح علي الخاجة. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا. اللهم اجمع بيننا وبينه في دار كرامتك ومستقة رحمتك مع عبادك الصالحين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم إنه كان قد يحب العلم والعلماء. اللهم نسألك يا الله يا الله أن تحصرنا وإياه تحت ظل لواء الحمد لحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع العلماء العاملين المخلصين يا رب العالمين. اللهم احصرنا وإياه تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك مع المتحابين فيك المتعاونين لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك له في نسله وزوجته وأولاده وأبنائه وبناته وذرياته. اللهم بارك له في شركاته وبارك له في أمواله وبارك له في جميع ما رزقته. اللهم بارك لنا ولأولادهم وذرياتهم وزوجتهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بيننا وبينه في دار السلام. اللهم اجزه خير الجزاء. اللهم اجزه خير الجزاء لما أنفق في سبيلك في أنحاء العالم لا سيما في الهند. اللهم نسألك يا الله يا الله أن تجزه خير الجزاء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قد دعونا أمس في الليل في كيرلا وفي هذه الليلة نحن ندعو الله سبحانه وتعالى لسيد عبد إسماعيل فتح علي في ولاية كرناطق مع المسلمين في هذا الحفل الكريم. وإن شاء الله أنا أريد أن أسافر إلى أبوظبي لأن أسوف أولاده ونعزيهم. أعظم الله أجرهم وحسن عزاهم ووفر لميتهم. إن شاء الله أنا مسافر فيها إن شاء الله بكرة أنا مسافر إلى هناك لهذا الأمر خاصة للعزاء. الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا وبينه في الجنة. سورتك لك ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ എല്ലാവരും